السلام عليكم. حنا كنتفاجئوا بان الناس ولاو كيمشيو للمحلات كيتقداو بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال المواد الغذائيه، بزاف ديال هاد اللهطه اللي ولات على هاد على هاد على هاد المواد الغذائيه اللي هي كنتفاجئوا بان المغاربه ولاو كيتقداو، ولاو الزحام فين ما مشيتي كاين الزحام، مرجان كاين الزحام، اسيمه كاين الزحام، الجزار كاين الزحام، فين ما مشيتي كاين الزحام، كلشي باغي يتقدا، كلشي مخلوع، كلشي خايف. هاد الفيروس هذا كنتسالوا الدوله واش دارت احتياطات ديالها على هاد الفيروس هذا، واش دارت شي حاجه اللي هي غتكالي بها هذا الفيروس هذا للناس. كاينين الناس اللي ما عندهمش اللي ما خدموش، ما غاديش يجيب ما ياكل. واسواق كنسمعوا الاسواق غيتسدوا، كنسمعوا المدارس غيتسدوا، كنسمعوا الطاكسيات غيتحبسوا، كنسمعوا بزاف ديال الحوايج، الطوبيسات غيتحبسوا. حنا كنتسالوا واش الدوله دارت احتياطات ديالها لهذا الشيء هذا، والناس كنقول لهم الناس ما تخلعوا ما والو، لان هذا الشيء هذا راه عادي جدا بالنسبه لي انا، عادي جدا، لان بزاف ديال الفيروسات دازوا، بزاف ديال المشاكل دازوا، بزاف ديال الامراض دازوا، والحمد لله تغلبوا عليهم الناس وتغلبوا عليهم الطب، وكاين وسائل طبيه حديثه، فهمتي، كاينه وسائل طبيه حديثه اللي هي مزيانه، وهادشي ولا كيخلع. سيدي هادشي ديال كورونا راه خلعنا بزاف، الناس مخلوعين، وزادوا عاوتاني هاد الناس بداو كيشريو في المواد الغذائيه وكيشريو في المسائل، هادشي تخلعنا. ما عرفنا دابا واش الدوله واش ما عرفنا دابا مع من غنهضروا حنايا، مع من واش كاينه شي حاجه، شي واش الدوله خدا شي تدابير لهذا الشيء، ولا غير الهضره، ولا كتدخل الفيسبوك كتلقى القنوات كيهضروا على هذا الشيء. الناس راه خلعونا، وانت دابا كتشوف السوق راه خاوي، ها هو خاوي، ما فيه لا كليان لا والو، الناس تخلعوا. كنسمعوا بانه السوق غادي تساد، كنسمعوا بانه الطاكسيات ما كاينينش. والمهم اخويا لا اله الا الله محمد رسول الله، هذا الشيء راه بزاف. حنا تفاجئنا بتداول واحد المجموعه من المقاطع الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي اللي مفادها بان المواطنين المغاربه ولات عندهم واحد الظاهره اللي هي غريبه على المجتمع المغربي، واحد الظاهره اللي هي اللهطه. فاش كنشوفوا حنايا تواجد المواطنين المغربيه، تواجد المواطنين المغاربه على المتاجر والاسواق والمتاجر الكبرى، لين واحد الظاهره اللي هي اللهطه، هذه ظاهره غريبه علينا، لان يعني الحمد لله الوضع تحت السيطره، وكما كتعرفوا الجميع صحيح بان جل دول المعموره وجل دول العالم كتعاني من هذه الظاهره هذه، الا ان هذا الشيء ما كيعفيناش بان احنا نتسالوا على الدور ديال الدوله المغربيه، على الدور ديال القطاع الوصي، على الدور ديال جميع الجهات، اشنا هي المقاربه التشاركيه اللي عملتها بالحد من انتشار هذه الظاهره. فاش في الوقت الراهن اللي احنا كنشوفوا واحد التهافت الغير المسبوق، والتهافت الاستثنائي، والتهافت الغير المعود من لدى المواطنين المغاربه على الاسواق والمتاجر الكبرى، انا الحمد لله هذا الشيء راه كيبان لي مساله عاديه. صحيح كاينين واحد المجموعه ديال الاكراهات اللي هي كتواجه التجار، اللي هي كتواجه الاسواق الاسبوعيه، الا هذا الشيء حنا من هذا المنبر بعدا، حنا بعدا كنشكروا الموقع ديالكم اللي هو اول موقع جا واكبنا وساندنا وتحدث على المجموعه ديال الامور اللي كتهم التاجر وكتهم السوق الاسبوعي. وحنا من هذا المنبر كنسولوا اشنا هي الاجراءات اللي اتخذتها الدوله المغربيه والجهاز والقطاع الوصي بما فيها وزاره الصحه، بما فيها جميع الشركاء والمنتدبون والناس اللي عندهم الخبره في المجال، اشنا هي الاجراءات اللي اتخذوا من الحد من هذا الشيء. لان حنا فاش كنشوفوا الظاهره ديال الله تعالى، هذه ظاهره غريبه وغير مالوفه واستثنائيه. اش نقول لك اخويا، هذا الشيء اللي واقف على الناس ما ماشي معقول. الناس مزحمين على الاسواق وداك الشيء، عابرين مارجان، الناس مخلوعين، الناس ما يدخلوا ما والو، راه اللي دار الله هي اللي غتكون، ما يتخلع بنادم ما والو، راه كل شيء غيدوز بخير وعلى خير، وهذه الازمه غدوز ان شاء الله باذن الله، ما يتخلع بنادم ما والو. الحاجه اللي ثارت الانتباه ديالي هو الناس مشاو تيتقداو المواد الغذائيه بواحد اللهفه، لان داك الشيء غيقاديو في البلاصه. وتصور الانسان كيصور 100 درهم في النهار، خصو تيجمع ديك 100 درهم عاد يمشي يتقدى، وفيما بالك واحد جاي مقدي 10000 درهم، 5000 درهم، 6000 درهم، كاش نو ذاك المسكين ما غيعيش. واش انت مع يموت؟ انت مع التصرف ولا ماشي معاه؟ لا انا ضد التصرف ما يبغي حتى واحد. هز داك الشيء اللي غادي تاكل وخلي لخوتك حتى هما يهزوا ما ياكلوا، والقضيه هي هذيك، راه اللي كتبها الله هي اللي كاينه، موت وحده اللي كاينه. كتبنا الله نموتوا بكورونا غنموتوا بكورونا. قدرنا نتعاونوا مع بعضياتنا راه غادي نسلكوا القضيه وتكون القضيه مزيانه. هذا اللي كاين، خصنا نتعاونوا مع بعضياتنا، ماشي هذا ياكل وهذا يبقى جيعان. هذا الشيء اللي كاين.